اليوم أروى في حنين لليمن، حتى يعني دمعتها قريبة إذا حد غنى على اليمن تبكين على طول، على الرغم أنك لم تعيش في اليمن، يعني ما عندك ذكريات في اليمن، يعني وش السبب؟ اليمني حب بلده في دمه، ما تسألني ليش، يعني ممكن تكون مش متربي في اليمن ومش عايش في اليمن بس هي في دمك. يمكن لأنه أهلنا، يعني أنا مثلا دايما أبوي يقول لي أنا مهما تغربت عنده بيت في اليمن، راح بنى بيت في منطقة أبيان وجلس فيه، فيمكن لأنه أهلنا كنا نشوفهم كذا، يمكن لأنه اللي بقابلهم في حياتي كلهم فيها طيبة، فتحس أنه هذا شعب طيب. لما نزلت اليمن عشت كمان شعب طيب جدا، محبتهم لي كبيرة. كم مرة رحت اليمن؟ في حدود مرتين أو ثلاث مرات. رحت حضرموت؟ رحت حضرموت وعدن وكذا منطقة، وزرت صنعاء وزرت تعز وزرت الحديدة، زرت مناطق كثيرة. الوالد كان حريص أن يوديني أماكن كثيرة داخل اليمن. أنت مع الوحدة اليمنية ولا الانفصال؟ قوي هالسؤال. شوف أقول لك شيء، أنا مع دايما ما هو في خير البلد، يعني والناس عارفين أنا من منطقة حضرموت، فأنا مع خير البلد. إذا الوحدة حتكون جيدة خاصة لنا نحن الجنوبيين أنا معاها. ما حد يحب الانفصال لبلده، إن إحنا في الآخر شعب واحد، ما حد يحب الانفصال، بس نحن من منطقة الجنوبية كحضرموت وهذا يهمنا نحن كمان نكون مرتاحين. إذا هذا صار بالعكس يا ريت يكون في دائما وحدة ويكون الطرفين في ارتياح. يعني هذا ثاني سؤال، ما راح أدخلك في السياسة كثير. لا بالعكس. لكن الفترة المقبلة مع وضع اليمن الحالي، تشوفين أنه يكون في يمنين أفضل ولا يمن واحد؟ شوف أقول لك شيء، أنت يمكن ما تبغى تدخلني في السياسة لأن أنا مش مختصة كثير أنه أنا أعرف اليمنين أفضل أو يمن واحد. أنا اللي يهمني في الآخر علي من هالموضوع الناس التعبان اللي داخل اليمن، وحابة أن من خلالك كمان أوجه دعوة، لأنه أكيد في ناس كثير تعبانين حوالين الوطن العربي. نبغى نشوف حملة قوية للناس اللي تعبت سواء في الشمال أو في الجنوب. الناس اللي تعبت من الحرب والناس تعبت، الأحوال الاقتصادية مرة سيئة صايرة في اليمن، في ناس كثير تعابة، في ناس كثير مرضى. يا ريت من خلالك نقدر نسوي بس فوكس صغير شوية كذا شوية عليهم، نقدر الناس تساعدهم، وخاصة نحن الحين في شهر رمضان الفضيل. إن شاء الله في السحور إن شاء الله راح نركز على هذه النقطة. إن شاء الله يا ريت تكون مبادرة من أروى في أهل رمضان. أتمنى وأتشرف.